السلام عليكم، جينا البنات بخير بخير. كيبان ليا ولفت الثياب ما بقيتش باغا نخدم. فين ما بغيت ندير شي حاجه لكوتيك لولادي في العشيه، تنقول علاش ما نبارطاجيهاش معاكم. ان شاء الله اليوم غادي نديرو بانكيك، ولكن بانكيك دائما كنعرفو بان كيكون نوف ما فيه حتى شي حاجه، يعني نقدروا نحكو فيه غير قشره الحامضه او قشره الليمونه او لا كنديرو فيه فاني. اليوم ما نضيف عليه تفاحه كقيمه اضافيه، يعني واحد الحاجه نتنفعو بها، منها ناكلو بوتي، منها كناكلو واحد الحاجه فيها فيتامين. ان شاء الله نعطيكم مقادير. عندنا جوج بيضات، جوج معالق سنيده حبيبات، عندنا جوج خمارات وفاني، عندنا الشوكولاتة البنين وكاس صغير ديال الحليب ما عامرش، شوية الملحة ومية وعشرين غرام ديال الدقيق. هذا أنا عبراها بالكاس ديال العبار، تقريبا ما يعادل ثلاثة المعالق كبار ديال الدقيق. غادي نخلطو إن شاء الله المقادير الجافة مع بعضها في إناء بوحدو، وبياض البيض غادي نطلعوه مع شوية الملحة الباطيس هنايا بوحدو. نشوفوا مع بعض مني نخلصوا المواد الجافة بوحدها. هنا غادي نخلصوا المواد الجافة كي قلنا. دابا عندي درت غير الدقيق، غادي نزيد عليه السنيدة والخمارات. الفاني وقبيصة ديال الكمون. غادي نخلطو هاد المكونات بطلاقة ونخلوهم جانبا بما طلعنا بياض البيض. غادي نطلعو بياض البيض بوحدو، عاد غادي نضيفو عليه المكونات الجافة. هنا انا عزلت الحليب البيض بوحدو، صفى البيض، وغادي نضيف عليه الحليب وغادي نخلطو وغادي نخليه بوحدو جانبا حتى نطلع بياض البيض. هنا كما كنشوفو المكونات الجافة بوحدها مخلطة جانبا، وهنا طربنا جوج صفار ديال البيض مع كاس صغير ما عامرش ديال الحليب. حنا طربناهم مزيان تتجانسو مع بعضهم، ودابا غادي نضيفهم على الخليط ديال الدقيق. غادي نخلطهم مزيان، ملي غيتخلط مزيان غادي نضيفو على بياض البيض، وغادي نقومو بحركة دائرية من تحت للفوق. فكي تخلط لنا الخليط كامل عاد كنضيفو التفاح مشكوك مع قشرة الحامض. احنا هنايا بعد ما خلطنا الخليط ديال الدقيق مع السنيدة والخمارات وقبيصة ديال الملح، وضفنا عليه جوج بياض ديال جوج صفار البيض عفوا مع الحليب، انا دابا ضفناه على بياض البيض اللي طلعنا، وانا ما باقي ما حركتش، انا غير ضفتو وقفت باش نوريكم طريقه دائريه. بحال هكا كنخلطو، كنبقاو بحال هكا حتى كيتخلط الخليط، وغادي نضيفو عليه التفاح مع الحامض. غنوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو القوام ديال الخليط بعد ما خلطناهم مع بعض كما كتشوفوا، بحال الكيك. غادي نضيفو عليهم دابا التفاح مع الحامض، وغادي نخلطو بطريقه دائريه دائما باش ما كنخرجوش داك الهواء اللي دار لينا مع بياض البيض. ملي طلعنا بياض البيض يعني دخل الهواء كتير، وهذا كينفعنا في الطياب ديال البانكيك، كيجي متقب بزاف.
دابا خلصنا يعني تضيفوا اللي بغيتوا، تضيفوا المكسرات، تضيفوا الموز، تضيفوا البنان، الموز ثاني هو البنان، تضيفوا سميتو الزبيب، التمر، هو رطبوه شويه بداك الحليب. انا دابا صافي خلصته، غادي نخليه شويه واحد من ثلث ساعه حتى نص ساعه، وغادي نطيبوه ان شاء الله. احنا هنايا كما كتشوفوا بعد ما ارتاح شويه البانكيك الخريف ديالنا، غادي نحرك واحد الحريكه خفيفه. انا درت هنايا هذا الكاس هذا باش يعاونني نكب من هاد البلاصه هذه. انا دايره المقله ديال البغرير كتسخن شويه فوق النار، ودابا غادي نبداو نطيبوا على بركه. هنايا بعد ما وضعنا البانكيك الاولى كطيب، كنتسناو عليها شويه حتى كتجمع من التحت، وغادي نقلبوها بهاد الساتشي بحال هادي. اولا اللي ما عندوش يستعمل غير هادي، حتى هي مزيانه. انا كنستعمل هادي باش كتجي هاديك الجبنه راه كتشرب رقيقه بزاف كما كتشوفوا، كتقلب ليا مزيان على عافيه ناقصه. اي دابا بدا كيدير هاد الفقاعات صافي غادي نقلب. احنا هنايا بعد ما قلبناها كما كتشوفوا معايا تحمرات من هاد الجهه، ملي غطيب غادي نفتحها على زوج باش نشوفوا التفاح كيفاش جا من الوسط ديالها. نعاودو نرمي وحده اخرى. دابا انا غادي نحيدها، كنبقاو بشويه عليها من الجناب من هنا كما كتشوفوا، كتبغي تصبر شويه ها هي يعني ما لصقات لا والو. وغادي نقلبوها. هذا هو الشكل ديال البانكيك ديالنا كيفاش تيجي كيفاش تطيب. وتنقلبوه يعني كنصبروا عليه واحد زوج دقائق في هاد الجهه، زوج دقائق في الجهه الاخرى ملي كنقلبوه، وكنزوقوه بشوية الشوكولاتة ندوب، وبصحة وراحة. هذا هو الشكل الأخير بعد ما كملنا الطياب ديال البانكيك وزوقناه بشوية الشوكولاتة ندوب والتفاح في الجناب، يعني كتذكير بأن البانكيك راه مصايب بالتفاح من الداخل. بصحة وراحة، نتمنى يعجبكم وتجربوه، والوليدات كاع راه غادي يعجبهم. انا ولدي راه بدا بالاولى كلاها هو الاول. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ان شاء الله نتلاقاو مع وصفه جديده، وكنتمنى تدعموني بالابوني ديالكم مع تفعيل الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله.